ظالمين. انا برضو يعني عايزه اروح ل يعني محمد عراقي اساله السؤال. يعني الحكم جسامه والموقف اللي حصل مع كيروش, وده موقف ما بنشوفوش كتير يعني في مباريات كبيره زي دي, ما بيحصلش هذا التراشق ما بين مدرب وحكم جوه المباراه, بس يبدو انه كان في احتكاك كبير, وكمان انا شايفه انه اللعيبه كانت بتحاول تزق كيروش. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ حضرتك, طبعا ما اتفرجتش على الماتش, كنت على الهوا. بس كنت بتابع بكل طبعًا المواقع والزمايلي. في بقى في صور وفيديوهات هنا. في صور وفيديوهات, لا انا بقول لك ان في صور وفيديوهات لو كنت شفتيها هتندهشي. يعني اول مثلا لقطه في المباراه خالص, او اول احتكاك حصل بين الحكم جسامه وبين كيروش, ايه ان كيروش في احد الفاولات نزل على ركبته وعمل كده يعني. بس تخيلي ان جسامه قطع الثلاثه كيلو عليه وراح له قال له انت ازاي تعمل كده, ده اخر انذار ليك, واتخانق معاه. جه كابتن وائل جمعه من بعيد عايز يهدي الدنيا وبتاع, طرده بشكل مهين جدا. هل ده الحكم بيبقى مركز؟ لا انا اقول لك ليه, هقول لك ليه. مركز على الخط اللي بره المباراه؟ لا هو جاي متربص بمنتخبنا. ليه؟ لان احنا قدمنا شكوى فيه بالظبط, يعني زي ما قال احمد كده, احنا قدمنا شكوى فيه قبل المباراه في ان احنا متخوفين في جسامه في الاتحاد الافريقي قبل المباراه, يعني قبل المباراه بيومين, قلنا ان الحكم ده احنا متخوفين منه. الحكم ده ليه قبل كده اخطاء كبيره, سواء على فكره مع انديه مصريه, مع النادي الاهلي يعني اضاع قبل كده بطوله الاهلي والوداد طبعا في نهائي افريقيا, يعني ليه مواقف صارخه مع انديه مصريه او مع منتخبات. مع ان كان في بعض الاصوات قالت ايه الراجل ده كان صعدنا كاس عالم, صعدنا كاس عالم. هو دي النقطه الثانيه, هو غير ان احنا كمان البيان بتاعنا ان هو حكم معروف ان هو ضعيف, ان هو ضعيف, هو هيبقى في مصلحه صاحب الارض, يعني هو مش متفق مع كاميرون ان هو هيبقى مع هو كاميرون. هو ضعيف, هو الحكم الضعيف شخصيا, هيبقى في مصلحه صاحب شخصيا الأرض. يعني هو بطوله في ارضنا يبقى في مصلحته, هو معانا يعني, هو ضعيف شخصيا مش ضعيف فنيا. هو حكم, فهو نازل, هو على فكره حكم فنيا متحفز لكروش, هو حكم فنيا, هو حكم فنيا من اعلى الحكام على فكره في افريقيا, ولكن هو حكم معروف عنه ان هو بيخشى الجماهير, بيخشى الاعتراضات, هو طول الوقت كده. فاول دي لقطه خالص مع كيروش, الراجل ما عملش اي حاجه خالص, نزل على ركبته وعمل كده, يعني حتى ما بصلوش, ما وجهلوش اي كلمه, جه قاطع عليه وانظره. جه بعد كده كابتن وائل جمعه جاي بيهدي, راح طرده بشكل مهين جدا وقال له ابعد خالص ما تتكلمش. تخيلي بقى كمان لقطه كمان في نص المباراه مع نجمنا والنجم منتخبنا محمد صلاح. محمد صلاح بخلاف طبعا انه نجم كبير, وبخلاف ان هو لعيب معروف في العالم كله, هو كابتن منتخب مصر. صحيح. في عرف الكوره الكابتن من حقه ان هو يروح يتكلم مع الحكم. صحيح. فلك ان تتخيلي ان بعد انتهاء الشوط الاول, ده حصل كتير قوي في مباراه المغرب. صحيح. طبعا بعد انتهاء هدى كتير في مباراه المغرب, بعد انتهاء الشوط الثاني تقريبا يا احمد, تقريبا الشوط الثاني, الشوط الثاني راح له قبل ما يروح له, يعني انا لسه رايح له وهبتدي اتكلم معاه, يعني لسه ما اتكلمتش بطريقه حلوه او وحشه, على طول امشي, بيكلم صلاح بشكل مهين جدا, مع ان كل الحكام وكل الناس بتحترم صلاح, يعني حتى كاميرون نفسهم, كاميرون اللعيبه الكاميرونيين الكبار جدا بيحترموا احترام كبير لصلاح, اي حد بيدخل عليه يقوم يعتذر له, هو صلاح حتى لما بيدخل على حد بيقوم يقومه, ففي احترام متبادل كبير لقيمة صلاح بخلاف طبعا قيمة لعيبة منتخبنا التاني. وكان باين الاندهاش والبادي لانجوج زي ما بنقول على صلاح, اللي هو ايه اللي بيحصل يعني. لا ده حاجة صعبة, انا يعني عايز اقولك ان احنا حتى الجمهور, يعني حتى رياكشنات الجمهور في المباراة مش مصدقين, انت عارف فاولات من العدم طول الوقت بيبعدك, هو ما عملش اخطاء. في حكام كده معروفين يا استاذ شفكي ان دايما طول الوقت هم ما بيعملوش اخطاء كبيرة ما تبانش, بس بيحجمك في الملعب, يعني طول الوقت لما يخوفك كده يخليكي خايفة, يجي يديكي انذار في وقت صعب, فبالتالي تخافي من الطرد.